بالنسبه لاحسن لاعب اللي قدم مستويات في الديربي عبر تاريخ الديربي، بالنسبه لي انايا من بين جمار ديال الجمهور التسعينات يعني 99 2000 حضرت المصطفى مستودع، حضرت ليه يعني فرجنا، وذاك اللاعب حتى الان باقي ما داش بحاله في الراجل بغض النظر على اللعابه كيعطيو اداء طيب، ولكن مصطفى مستودع كيبقى اسطوره ديال الديربي. بالنسبه لي انا كيف قلت لك جمهور ديال 99 2000 حضرت الفتره الزايه لفريق الرجاء في ذاك الوقت، وان شاء الله اليوم نتمنى من فريق الرجاء البيضاوي حيت كان تيقف في الرجاء يعني كيف شو احصائيات ديال الديربي ولا مواجهات المباشره كذلك والاهداف ديال الديربي، فريق الرجاء متفوق يعني كيف ملوك الديربيات بد مصطلح كنقولوا ملوك الديربيات، وتيقين فريقنا ان شاء الله اليوم غادي يفرحنا وغادي يربحوا ان شاء الله الديربي العربي حيت غادي نتلاقاو ان شاء الله اربعه الديربيات هذا الموسم هذا، وما خالعناش هذا الماتش، حنا كيف ماتش عادي بحاله بحال الماتش ديال الرجاء، وجمهور الرجاء اليوم راه حاضر بقوه ان شاء الله، وماشي غير في الديربي، انتم كيف كتعرفوا جمهور الرجاء خارج الوطن وداخل الوطن كيحضر بقوه بغض النظر عن النتيجه ديال المباراه، الجمهور ديما كاين، وان شاء الله نتمناو الفوز، اللعابه راه عارفين الدور اللي عليهم، الدور اللي عليهم يعني دخلوا في معسكر مغلق في بوزناقه بعيد على الضغوطات، ركزوا مزيان وان شاء الله تكون ان شاء الله النتيجه واداء اليوم فريق الرجاء يفوز ان شاء الله. واو على السؤال سولتي كثير، والله الا لحميت بورش حفيظي الله يحجبه، ما داش بحاله في المغرب وحق الله العظيم ما داش بحاله، مسكين ما حضرش ديما موعد، هذاك لاعب كبير بزاف كاع والله العظيم، كيعطي لي باس ديسيزيف احسن من ميسي قسما بالله، ولكن الظروف ما عاوناتوش، يعني عبد الله حفيظي احسن باسور. عبد المجيد طولمي لاعب كبير الله يرحمه، دوز ديربيات كبار واسطوره ديال المغرب كاع المغرب كامل. بالنسبه لفريق هو اللاعب مصطفى الحداوي، الحداوي تا هو واحد اللاعب اللي هو الدولي فهمتيني، وكنطلبوا من الله تكون النتيجه ايجابيه بالنسبه لفريق رجاء البيضاوي والوداد البيضاوي. بالنسبه لي انا رجاوي والتاريخ ديال الرجاء اساطير دازو، هذا هو ما نقدرش دازو اساطير بزاف، هادشي اللي غادي نقدر نقول لك، ما غاديش نقدر نميز لك شي واحد، هما دازو بزاف دون سميو لك راه ما يمكنش، راه دازو بزاف يعني راه اسماء والحاج نقدر نقول لك الصديق ديالو جريندو، انا ماشي هادو بالنسبه ليا، ولكن راه دازو بزاف هادشي اللي كاين.